السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم بإذن الله سؤال جميل ومهم أوي. أرقام التواصل معايا 002-011-048-733-438. بنقبل الاستشارات الزراعية الميدانية بمقابل مادي سابق الاتفاق عليه بيننا وبين بعضنا، وكمان بتابع المزارع في وطننا العربي لإخواننا في الوطن العربي كله برضه بمقابل مادي سابق الاتفاق عليه مع بعض في الواتس أو التليفون. نشوف بقى سؤال حلقة اليوم الجميل الممتع. السؤال بيقول: يا باشمهندس لو سمحت، ما هي المعاملات السمادية التي تجري للشتلة بعد الزراعة للتغلب على إجهاد النقل والزراعة؟ السؤال ده مهم أوي. أول شيء نتكلم فيه من البداية، أنا لما أجي بروح المشتل بشتري الشتلات بفلوسي، وركز على كلمة بفلوسي، يعني محدش بيديك هدية ولا بيمن عليك ولا بيجب عليك حاجة ببلاش عشان تاخدها وتقول انا ساكت. فلازم اعمل فحص جيد للشكل الخارجي للنبات، ما يكونش فيه حروقة، ما يكونش فيه صفرار، ما يكونش فيه اصابات او حاجة انا شاكك فيها، ونبص على المن والدريبس والاقاروس، تمام. وحلقاته موجودة في القناة، اللي عايز يعرف ويستزيد في العلم حلقاته موجودة في القناة، بس اكتب كان بأي مسمى مراد مرعى هتطلع لك الحلقة. بصيت على المجموع الخضري كويس الجميل، ما خدش نبات مثمر عليه ثمار واكون فرحان، عشان انت لما تيجي تزرعه الثمار دي هتسقط، ولا تاخد نبات مزهر عليه زهور عشان تبقى انت عارف ان برضه الزهور هتسقط نتيجة عوامل تغيير الجو والظروف الجوية اللي جوه المشتل، اللي النباتات كان ببعضها ومتحضنة، غير لما ياخد الصدمة بتاعته لما بينزل في الارض عندنا او في القصيص. طيب اجي استأذن صاحب المشتل بكل ذوق بكل احترام: بعد اذن حضرتك ممكن ابص على الجذور، اشوف كده عينة عشوائية، لو انا اجيب الاف الشتلات باخد عينة عشوائية وامسك القصيص كده افتحه او الكيس اقطعه واطلع الجدر وانفضه من تشاري مثلا لخمسة فدان ليمون او موال او موالح او جوافة او تين او يعني مئات الشتلات، ما كبش من شتلة بتلاتة اربعة مليم حتى لو بمية جنيه اتكلم فيها مع صاحب المشتل واستأذنه، تمام، اكنها هي دي الاوفر اللي بتاخده او الهدية اللي بتاخدها فوق الشتلات بتاعتك، وطلع الجدر ونفضه وبص عليه. لو نباتات من العائلة البقولية زي الجزورينة مثلا، ابقى شايف ان في الجدر حبات صغيرة ديت العقد البكتيرية. لو النباتات مش من العائلة البقولية، يبقى لو في اي حبات في الجدر يبقى نيماتودة. شكرا، نزل الحمولة دي كلها كده يا أستاذ، مش عايز أتعامل معاك. لا والله ده أنا حملت لك والشتلة بالشيء الفلاني، خلاص من الآخر يرتيك كام؟ 200 جنيه 300 جنيه خدهم حق التحميل، ولا قبل التحميل أعمل الحركة دي؟ وشكرا على بتاع المشتل ده، ما تعملش معاه تاني نيماتودة، يبقى أبعد بعد نهائي عنه. طيب أنا بصيت على الجدر الحمد لله ما فيش نيماتودة. طب في حاجة تانية؟ الجدر لونه أبيض حلو أو لونه أحمر كده، لو طبيعة الجدر بتاع النبات محمر وبص عليه كده بنظافة، النبات حلو، الجدور حلوة، خلاص. طب الجدور فيها أعفان، لو عملت الجدر كده وطلع فيه بقيته زي شعرة، ده بيسيم. لقيت عند سطح التربة كده في عطب كده، في حاجة مضروبة كده لونها مسود ولا بني، دي ريزوتونيا. لو لقيت الجدر محمر كده بطريقة مش طبيعية، فيوزاريوم. انا بديكوا نقط صغيرة، مش بديكوا دراسة علمية ايه هو الفيوزاريوم ولا البيسيوم ولا الريزوتونيا ولا امراض التربة دي، بقى سعادتك تروح تقرأ في المراجع امراض النبات، تمام، في المكتبات او تنزل على من الانترنت، لكن بديك الحاجات الطبيعيه. طب لو في عفان جذور انت شايفها تتقبلها، شيل النبات. شايفها ان هي كبيره عليك وممكن تاثر على المجموع الخضر، تاثر على النبات،
رجع برضه الشتلة بتاعتك. لقيت النبات كويس والمجموع الخضري كويس والنبات زي الفل A1، اخده عندي في المزرعة او في المنزل ازرعه على طول؟ لا، اسيبه لمدة اسبوع في مكان لوحده بنسميه الحضانة. ليه؟ لو في اي امراض هتظهر، ولما احطه ادي رشة. نيجي نعمل ايه؟ حطينا النباتات بتاعتنا في الحضانة ديت او المكان المعزول سواء في المزرعة او في المنزل، اي مكان على جنب. اول شيء نعمله في نفس اليوم اللي ننزل فيه الشتلات، نعمل ايه؟ يكون عندنا اي مبيد فطري، لو بودر 2 جرام لللتر، لو سائل 2 سنتي لللتر، وندوب كويس ونسقي شوية بشوية النباتات بتاعتنا كلها ونرش النباتات بتاعتنا. ونيجي بعد 4 ايام من المعاملة دي نرش الزرع بتاعنا كله رش، لو مبيد حشري، لو المبيد الحشري ده بودر 2 جرام لللتر، لو سايل 2 سنتي لللتر، ونرش الزرع بتاعنا رشة حلوة جميلة ونركز على اسفل الاوراق. حلو الكلام. واستنى اسبوع، الاسبوع ده عملنا الاول يوم الفطري وبعد 4 ايام عملنا الحشر، ونستنى كمان 3 ايام بعد كده ازرع النباتات بتاعتي، سواء احطها مع اخواتها من بقية زراعات المنزلية بعد نقلها لأسس اكبر منها من الأسس اللي احنا جبناها، ونتفرج على حلقة نقل النباتات مراد مرعي هتعرف ازاي تنقل النباتات. طيب في نقطة مهمة، في خلال الفترة دي لو صاحب المشتل محترم بيعمل لك عملية اسمها التفطيم، بمعنى ان هو دايما اول باول بيخلي الجذور النباتية بتاعته ما تطلعش من الاسس او من الاكياس وتستقر اسفل التربة، فبالتالي بيتحول الجذور اغلبية العظمى في التربة مش في القصيص او في الكيس، فبالتالي كل فترة لازم يعمل تفطيم ويرحل النباتات، فبالتالي يحصل ان المجموعة الشعيرات الجذرية موجودة جوه القصيص بتاعك او الكيس البلاستيك اللي انت جايبه، فلما تيجي تحطه عندك ما بيحصلش نوع من انواع الشلل. طيب لو حصل شلل وحصل تساقط للاوراق، لو حصل تساقط للاوراق او الثمار او الزهور شيء طبيعي، لو تساقط بسيط. ليه؟ ان انا دلوقتي مربي النباتات دي مع بعضها البعض جنب بعضها ومحضنها وبرويها وبكيفها وتحت تظليل وتحت شبك، حتى لو في جو مفتوح برضه جنب بعضها فمحطان على بعضها وحنينة مع بعضها. انت خدت النبات ده وعزلته وحطته لوحده، فبالتالي بقى يتيم، بقى وحيد، وده كائن حي بيحس، فلازم اراعي النقطة دي فيه. التزهير والثمار لازم يسقط زي الست الحامل، الحمل بتاعها والجنين، تنفع الست الحامل دي اقول لها تعالي بقى اجري بقى في الماراثون وتعالي نطفي الشقه واعملي وانزلي جيبي الخضار واطبخي وي وي وي، ولا بناخدها على كفوف الراحه واقعدي يا حاجه وربنا يكرمك يا حاجه لغايه لما تقومي بالسلامه؟ برضه نفس الموضوع الشتله كده، فلو انا خدت شتله مزهره مثمره الحمل بتاعها بيسقط. لو ورق، لو نسبه الورق تساقط بسيط عادي من النقل، لو حصل تسقيط للورق بالكامل يبقى كده الجذور كنت شاري نبات مش متفطم، او حصل خلخلة في التربة، او اتكسرت التربة بالجذور اللي فيها، او النبات اتعوج مني وانا بشيله وانا بحطه، فلازم اراعي الكلام ده كله. زراعة النبات بتاعي بعد المزرعة النبات بتاعي لازم اعمل ايه؟ لو اشجار او شجيرات لازم احط دعامة جنبيه عشان تحميه من اللب، في بالتالي ما يحصلش خلخلة في الجذور ويحصل اعفان وموت للنبات. رقم 2، لو انا عندي المقدرة المادية ان انا اكيبه زي النخل كده ما بنكيب النخل يبقى ممتاز. مواعيد الزراعة امتى؟ طبعا انا ماليش دعوة بقى بتوع المشاتل اللي يقفوا قصادي، مواعيد الزراعة في الوطن العربي كله 4 شهور، شهر 9 و10 وشهر 3 و4، بقيت السنة ما اشتريش زرع، لا اشتري زرع في الصيف ولا اشتري زرع في الشتاء،
عشان الظروف الجوية والحاجات دي، والناس اللي عندهم بقى هواية واصلة. أنا بياكلني إيدي لما بنزل أشوف الزرع حلو، وبيجيلي أشعريرة وبيجيلي بلهارسيا في جسمي لما بشوف زرع مشروش. والله مش عايز أسمع الكلام، شيل الليلة ما تحاسبنيش عليها. اشتريت الزرع بتاعي في الشور اللي احنا قلنا عليه، حطينا الدعامة وحطينا الكيب. أنا زرعت بعد قد إيه؟ أسبوع. تاني يوم أرجع أعمل مرة تانية معاملة فطرية. المعاملة الأولى بقالها قد إيه؟ أسبوع. يوم ما جبتها أعمل المعاملة التانية بنفس المقادير بنفس الكميات، حبابي حبابي صغيرة، وأروي بعد كده. وأعمل جدول التسميد بتاعي. أنا عايز في أول 3 سنين في الأشجار والشجيرات نمو خضري، يبقى زوق، يبقى عندي زيادة في تسميد النيتروجين. لو أسمدة حيوية يبقى أنت فوق الممتاز، أسبوعيا بتسمد، صيف شتاء ربيع خريف بتسمد كل أسبوع أسمدة حيوية. لو كيماوي على حسب النبات وعلى حسب النمو وعلى حسب حاجات كتير. عايز تتفرج على الحلقة رقم 217 مراد مرعي، اتفرج عليها تعرف الكميات الأسمدة الكيماوية. يبقى احنا كده راعينا. طيب في بعض الناس بتقول لك انا بحب احط منشط جذور انتول بيوتريك اسيد، حط بس بشرط ما يكونش في نفس يوم المبيد الفطري ولا السقاية بالتسميد، منفصل. الفرق بين اقرب حاجة اسبوع قبل وبعد عشان ما يحصلش خلط جوه التربة، فبالتالي النبات اللي يدفع الثمن. ركزوا في الحاجات الصغيرة اللي بقولها لكم دي، الصغننات دي بقولها لكم. اتفقنا؟ بعد ال3 سنين ربيت النبات بتاعي تربية كويسة، بفطم النبات. يعني ايه بفطم النبات؟ او بطوش النبات، باجي على ارتفاع معين كده انا بنقول لكم عليه بعد كده في حلقة قادمة او الحلقة اللي جاية اسمها التطويش، واقول لكم ايه اللي فيها. اهم حاجة ارجوكم، عايز اسئلة كتيرة حلوة وجميلة وطعمة ولذيذة عشان اقدر اكمل سلسلة الحلقات ونفيد المجتمع المصري والعربي بالاسئلة الجميلة المفيدة. يلا مع السلامة.